escalate. Drink stop.
جدا افكار فيها تنوع الحقيقه خلاق وابداع جيد جدا من الطلبه اشتغلوا بماتيريالز كتيره وطلعوا افكار متنوعه و... طلع يعني مشروع اول من المشروعات اللي قدمت افكار لكن يمكن في ثلاثه منهم عجبوني جدا افكار فيها فده فعلا بيبدا يقرب المجموعات من بعض ويقدروا يشاركوا ويتربوا. عجبني جدا الافكار اللي اتقدمت، كل واحد شارك انا شايفاه ان هو حد مميز قوي، قدر ان هو يقدم فكره تكامل الافكار دي مع بعضها. كل مجموعه منهم انا بشكرها لان كل مجموعه عملت محاوله وشغلت مخها وحاولت تطلع الافكار الموجوده. بتشجع جدا الواحد يشارك طبعا ولو حتى تحكيم مسابقه زي دي، وشفت جهد خلاق يليق فعلا بين طلبة اعمارهم ازاي بتاكد قوي شخصيه القسم عشان نقدر نفرقه عن اي قسم تاني، فبالتالي دوت جزء كان عاجبني. لا بشكركم كلكم وحاسه ان كل واحد فيكم اشتغل بدافع الحب، ويا رب نقدر نطور الكلام ده وتقدروا تطوروه في نفس الوقت. كل واحد بدأ يفكر منها ازاي هنحول القسم ده من قسم هندسه حالي الى قسم عماره، في فرق كبير قوي. الافكار كلها متميزه، كل مجموعه عندهم حاجه ممكن لو اتطبقت في ارض الواقع تعمل حاجه جميله جدا. طبعا بشكر الناس كلها اللي تعبت في الموضوع دوت، اللي نظمت ومجهود يعني صديقي وارجو طبعا ان هو يكمل في المرحله الثانيه. انا دايما في يعني معهد مصر ان احنا نشوف افكار زي كده ونشوف مسابقات من النوع ده تحفز الطلبه على انهم يبدعوا اكتر، وده شيء مش غريب على